Tech Tales by Touch. أنا ريان سماعيل, the CEO of Dibs. Dibs is a booking platform بيخلي لعيبة السبور يستأجروا ملاعبهم أونلاين وبيخلي الفانيوز يشوفوا كل البوكينجز تبعهم على داشبورد قدامهم. اجت فكرة ديبس لأنه بلبنان ما في عنا ولا تول بتعطينا ليستينج لكل ملاعب الفوتبول نقدر نحجزهم وندفع حجزنا أونلاين, وبذات الوقت ديبس بتعطينا أكسس على لعيبة فوتبول نقدر نعزمهم على الجيم تبعنا إن كيس في حدا من أصحابنا ما أجا. نحن تيم 4 أشخاص قدمنا الفكرة على UK Lebanon Tech Hub بال 2017, قدرنا نربح ونفوت على The Nucleus Program لمدته 6 شهور. بديسمبر 2018 طلعت الأب أونلاين, واليوم صار عنا 11 فانيو ليستد وأكثر من 1000 لعيب على الأب. Dibs is a two-sided platform. في dibs.app لأي حدا في نزلها من www.dibs.app, بتشتغل على iOS وأندرويد. أي user بيقدر يحجز الملعب ويدفعه أونلاين, بيقدر to join any public game happening nearby, بيقدر يلاقي لعيبة ويعزمهم يلعبوا معه based on the rating, بيقدر يعمل rating للفانيو اللي لعب فيها. وفي Dibs the dashboard اللي عملناه للفانيوز, صار فيهم لأول مرة يشوفوا كل البوكينجز اللي عندهم إياهم بمحل واحد, صار في عندهم cancellation policy بيقدروا يفرضوها, وصاروا قادرين يعملوا advertising وmarketing targeting الفوتبول كوميونيتي بلبنان. New generation بيعرفوا شو يعني dibs, بيقولوا I call dibs on this booking, بينما الجيل القديم ما بيعرف, فبيقولنا بتحجزوا لنا ملعب مع dibs الرمان. هدفنا بdibs نوصل ل 50 فانيو بال 2019 ونتوسع على الإمارات والسعودية بال 2020. Tech Tales by Touch.